بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب المحبوب، صلاة تغفر لنا بها جميع الآثام والذنوب، وتنفتح عند مناولتها أقفال القلوب، وتنكشف بفضلها على المسلمين الشدائد والفتن والكروب، وتكون لنا سببا في نيل المطلوب، وعلى آله وصحابته. سبحانك، ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله، وما أوضح الحق عند من هديته سبيله. إلهنا، فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك، وقرب لنا البعيد، ويسر لنا العسير الشديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان، ومع حلقة جديدة أقدم لكم فيها إن شاء الله دعاء لصرف الحيرة والشتات ولاتخاذ القرار الصائب، فتابعوا معي على بركة الله. فإلى كل من احتار في الحسم بين أمرين، أو عجز عن اتخاذ قرار مصيري يهم حياته في أمر ما، فعليك بهذا الدعاء الجليل، ينفع بإذن الله تعالى في كل الحالات وكل مواقف حياتنا التي نكون فيها مخيرين بين شيئين، كمثلا بنت تقدم لها عريسين ولا تعرف أيهما تختار، أو مثلا لمن لديه عرضين أو أكثر للوظيفة أو للعمل، أو لمن يريد تغيير البيت شراء أو إيجار ولكن وأمامه عدة عروض ولا يعرف أيهما يختار، وأيضا مثلا لمن له عدة أفكار في التجارة ولا يعرف أي تجارة يختار لتطبيقها على أرض الواقع، إلى آخره من مثل هذه الأمور. ففي مثل هذه الحالات يجب أول شيء القيام بصلاة الاستخارة، ولكن هناك بعض الناس من يبقى قلبه مترددا حتى بعد صلاة الاستخارة لأنه لا يفهم الإشارات، وبالتالي يعجز عن الحسم والاختيار. ففي هذه الحالة عليك أن تداوم على قراءة هذا الدعاء الجليل بعد كل صلاة فرض، وبإذن الله تعالى ستتضح أمامك سبل الخير، ويلهمك الله القرار الصائب والاختيار الذي لك فيه الخير والصلاح في عاقبة أمرك. نمر على بركة الله إلى نص الدعاء المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تكرر هذه الآية من سورة الكهف 7 مرات، ثم بعدها ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تكرر أيضا هذه الآية من سورة الممتحنة 7 مرات، ثم بعدها تقول اللهم إنك تعلم ما بحياتي كلها، وأنت مطلع على ظاهري وباطني، ولا يخفى عليك من أمري شيئا، فاغفر لي وتب علي، إنك أنت البر التواب الرحيم. إلهي، ضاقت بي السبل واشتبهت علي الطرق، ولا هادي لي لما فيه الخير في عاقبة أمري إلا أنت، يا دليل الحائرين، يا هادي الضالين، يا ودود يا عليم، احفظني من شتات الأمر ودوائر الحيرة وضيق الصدر والحرمان بعد العطاء والعسر بعد اليسر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اختار لي فإني لا أحسن الاختيار، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. اللهم إني أسألك بسعة رحمتك ألا تبقي في صدري ضيقا أو حيرة، وأن تهديني لما تحبه وترضاه، يا ذو الفضل العظيم. اللهم قوي إيماني واشرح صدري بنور الاستبصار، وأخرجني من دائرة الحيرة والتدبير والاختيار،
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني توكلت عليك وفوضت الأمر إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حنان يا منان. اللهم يا من قلت وقولك الحق يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، دبر أمري فأنت خير مدبر للأمور كلها، ويسرني لليسرى، ووجهني بفضلك ورحمتك لما ترضاه ويرضيك عني، وألهمني الصواب في أمري، فإني لجأت بجهلي وضعفي وظلمتي إلى واسع علمك وجليل قدرتك وجميل نورك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته، واغفر لي ولوالدي، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. إذن إخوتي في الله، كان هذا هو نص الدعاء المبارك، تقرأه كما شرحت بعد كل صلاة فرض إلى أن يهديك الله لما فيه الخير والصلاح في أمرك. أشكر لكم متابعتكم، وأشكر لكم وفاءكم وإخلاصكم للقناة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.